أهلاً ومرحباً بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على المحاور التي سنقوم بدراستها خلال حصة التربية الوطنية. كونوا معي. الفكرة العامة: الوطن يجمع ولا يفرق، ويوحد الناس على حبه والانتماء له، والتفاني في العمل لرفعته والدفاع عنه. دعونا نرى ما هو هذا الدرس. التربية الوطنية والمدنية. في هذا الدرس سنتعرف إلى المفهوم والدلالات. الفكرة الرئيسة معرفة التربية الوطنية والمدنية وأهميتها وأهدافها وأثرها على الفرد والمجتمع. المصطلحات هي التربية الوطنية والتربية المدنية. نريد في هذا الدرس أن نعمل بمهارات التعلم، وهي الشبه والاختلاف، المقارنة والمشكلة والحل. انظر إلى هذه البطاقات: التربية الوطنية، التربية المدنية. سنقوم بقراءة هذه البطاقات. التربية الوطنية هي تنشئة المواطن على الانتماء لدولته أرضاً وشعباً ونظاماً وتعريفه بحقوقه وواجباته. أما التربية المدنية هي تنشئة المواطن بأسلوب علمي منظم على مجموعة من المعارف والسلوكيات والقيم التي تجعله أكثر قدرة على خدمة المجتمع وتطويره والدفاع عنه. لماذا ندرس التربية الوطنية والمدنية؟ ما هي أهميتها؟ تساعدنا التربية الوطنية والمدنية على ممارسة قيم الاحترام والتقدير والتعاون والالتزام بالسلوك الأخلاقي الإيجابي والإنساني. تعرفنا بوطننا وثرواتنا الطبيعية والتاريخية، وأيضاً تعرفنا بتاريخنا والأحداث الجارية والمعاصرة، تعرفنا بحقوقنا وكذلك واجباتنا. أهداف التربية الوطنية والمدنية. هذا البند سنعرف ما هي أهداف التربية الوطنية والمدنية. تعريفنا بالنظام السياسي في بلدنا الأردن، مشاركتنا في الحياة السياسية الأردنية، تنمية حب الوطن والوعي بقضاياه، العمل على رفعته ونهضته والدفاع عنه والاعتزاز به، تعزيز ثقافة الحوار والمشاركة في المناقشات التي تتعلق بقضايا الوطن. أيضاً هذه المعرفة تحفزنا على المشاركة في المناسبات الوطنية والأنشطة التي يقوم بها وطننا العزيز. أيضاً هنا ستظهر مهارة حل المشكلات لديك عزيز الطالب. ستختار إحدى القضايا وتقترح حلولاً لها. قضية وطنية: تسرب بعض الطلبة من المدرسة. ربما سنرى ذلك في المناطق البعيدة أو النائية. نريد الحل. إذا أردنا الحل، بداية علينا أن نعرف الأسباب. فإذا عرفنا السبب، استطعنا الوصول إلى الحل. نقص المياه في الأردن، الازدحامات المرورية في المدينة. لماذا نرى هذا الازدحام؟ فكر في حلول لها. البطالة في الأردن، وللتذكير البطالة هي عدم توفر فرص عمل لكافة المواطنين. أيضاً سنتعرف إلى دلالات التربية الوطنية والمدنية وممارستها. هناك دلالات عدة نتعرفها، هذا الشكل يلخصها. أولاً: الهوية الوطنية، نظام الحكم، المواطنة، المشاركة في الحياة العامة، القضايا الوطنية، حقوق الإنسان. في الدروس المقبلة سنقوم بدراسة كل بند من هذه البنود بتفصيل أكثر.
هذا هو عرض سريع ومبسط لما سنقوم بدراسته خلال هذه الوحدة. عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.